تقول فضيلة الشيخ: ما حكم الاستهزاء والسخرية من الكفار؟ الاستهزاء والسخرية لا تجوز من أحد، ولكن من بغض الكفار والإنكار عليهم هذا أمر واجب. أما الاستهزاء والسخرية فإنهما لا يأتيان بشيء، وليس من خلق المسلم أن يستهزئ بالناس أو يسخر من الناس، ولكن الكافر يجب بغضه ومعاداته، وتجب دعوته إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يهديه بالطرق التي هي أحسن. والسخرية والاستهزاء ليست من طريق الدعوة، وليست سببا للهداية، وإنما يكونان سببا للمكابرة والعناد.